بمناسبة عيد الأم بقى معانا النهاردة فقرة هتنقل لنا كل مشاعر الأمومة الحقيقية وهتأكد لنا أن الأمومة دي غريزة وفطرة ربنا خلقها في كل ست، وأن كمان الأم مش هي بس اللي بتخلف، لا الأم هي اللي بتربي وتكبر وتعلم وتقف مع أولادها للنهاية. معانا النهاردة ثلاث أمهات جميلات وفعلا مثال حي للكلام اللي بقوله دلوقتي، قرروا يتكفلوا بأولاد ويربوهم أحسن تربية وكانوا ليهم نعمة الأم. كل واحدة من الأمهات دول عندها قصة هتحكي لنا وهنعرف إزاي عملوا ده وإزاي أثر في حياتهم. منورنا بقى في استوديو إنتي النهاردة هبة حسن والأستاذة منار إسماعيل والأستاذة بسمة أحمد اللي منورنا وهيحكوا لنا بقى كل واحدة قصتهم بالتفصيل من البداية للنهاية. بنرحب بيكم معانا النهاردة في استوديو إنتي وكل سنة وأنتم طيبين. طيب. أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأم وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان إن شاء الله. خليني أبدأ معاكي يا أستاذة هبة. إحنا شايفين جنى زي القمر أهي جنبك ما شاء الله، عندك ثلاث أبناء أساسا. إيه اللي خلاكي إن أنت تفكري إن أنت تكفلي جنى أو تتبنيها؟ هو موضوع قديم شوية من يعني أرجع شوية كده، وأنا في الجامعة كنت أول حاجة كفلت، وأنا يعني كفلت ولد صغير أنا أختي في دور ما شاء الله. وبعد كده سبحان الله ارتبطنا بالولد ده جدا، وبعد كده جت أسرة كفلته. من هنا بدأت بقى أحس إيه، في ألم كده بسيط. وبعد كده رحت بقى سافرت وخلفت الولدين وجيت مصر، وفضلت الفكره ملازماني، فضلت كفلت اطفال كتير يعني في كذا دور. بس المشكله ان هي انا اتعلقت اولا بجنى جدا، يعني اتعلقت بيها قوي. و انا بس عايزه الشاشه تجيب جنى وهبه مي. جنى وهبه مش شبه بعض؟ ما انا مستغربه لسه والله، كنت هسال السؤال ده فعلا. ما شاء الله، ايه اللي ازاي ده ازاي كده؟ وانا عارفه انه كمان انت يا بسمه يعني نفس الكلام برده، بنوتك نفس الكلام شبهك. دي حاجه غريبه، احنا عايزين نتكلم عن الحاجه دي. نسخه ما شاء الله. ما هو فعلا سبحان الله، انا ما شفتها يعني، حسيت ان هي يعني يمكن ربنا ما رزقنيش ببنت من يعني من بطني يعني، بس جت من قلبي يعني، ربنا رزقني بيها سبحان الله يعني. حسيت انها عوض لربنا. كل مشاهداتنا هيقولوا انها فعلا يعني بالدم، مش بس سبحان الله، حتى العاطفه حتى الطباع. يعني انا والدي لما بيشوف جنى بيقولي ايه ده، يعني هبه وهي صغيره سبحان يعني الله. سبحان الله في كل حاجه، في كل حاجه سبحان الله. بس ف جت جنى بقى نورت الدنيا. قررتي ان هي تيجي تعيش؟ انت قلتي انت كفلتي اكتر من طفل قبل كده، بس ما بيعوشوش معاكي؟ لا عندي موجودين عندك في بيتك؟ معايا علي وعمر وكريم في البيت. معايا في البيت دول ولادي اللي انت مخلفاهم. مخلفاهم على الكفاله. انت قلتي انت كفلتي لا انا اللي قبل كده. بس المشكله ان بتحاولي تغيري فيهم ما بتعرفيش يعني، انت بتبقي بتروحي لهم ساعه حتى لكل يوم. لكن بقيت اليوم مع الامهات البديله، مع حاولت تغيري فيهم كتير. قلت فعلا الولاد او البنات مكانها فعلا البيوت. يعني عشان تعرفي تغيري فيهم، تعلميهم قيم، تعلميهم مبادئ، تعلميهم حاجات كتيره لازم يكونوا في بيتك وسط عشان أسرة. بالظبط. جنجونه هتقولي ايه لمامي النهارده في عيد الام؟ كل سنه وانت طيبه. بتحبيها قوي؟ بتحبيها قوي ليه؟ بتعمل لك الحاجات اللي انت بتحبيها في البيت؟ بتعمل لك ايه؟ بيتزا؟ قولي بتعمل لك كب كيك؟ بتحبيه من ايد مامي؟ بيسرح لك شعرك الجميل ده. جنجونه مكسوفه. خلينا نروح لمنار، قولي لنا بقى يا منار انت قصتك وحكايتك بالظبط. انا موضوع الكفاله كان في دماغي من وانا صغيره، مش فاهمه يعني ايه كفاله، مش فاهمه غير ان انا محتاجه اجيب طفله من الدار تعيش معايا. انا بنت واحده وليا ثلاث اخوات ولاد، فكنت نفسي يكون عندي اخت، فكنت دايما اقول لماما انا عايزه اخت، هاتيلي اخت من دار ايتام. طبعا ما كنتش فاهمه اي حاجه، فماما كانت بتثبتني حاضر حاضر، ويعني مش اللي هو مش هينفع. انا اصلا بقى لما كبرتي ورحتي عامله بقى الخطه دي. انا اصلا متربيه في قريه، فبرضو موضوع الكفاله في القرى مش منتشر، وطبعا في حاجه سلبيه شويه في القرى انه بيخلوا العادات والتقاليد، مش هقول فوق الدين يعني، بس اللي هو حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم، عوايدنا. اللي هو الناس هتقول، الناس هتتكلم.
فاتجوزت وبعدين حصل معايا موقف غريب. انا شفت صوره بنتين توأم، فتعرفت على مامتهم عشان الصوره، وقلت لها انا تعرفت عليكي عشان الصوره، فهي طلعت جنبي في القريه برضو، فابتدينا نتقابل ونروح مع بعض، نيجي عند بعض ونروح عند بعض وكده، فالبنات حبوني جدا، فالموضوع تطور بينا بطريقه رهيبه. بدا يقولوا لي ماما، اخذتهم اسبوع شرم وسافرت، يعني حسيت معاهم كل الامومه. ومامتهم موجود؟ مامتهم موجوده، بل بالعكس هي يعني انا عايزه اشكرها طبعا، لان هي فعلا ساعدتني وحسستني بالامومه. هي دايما كانت بتخليهم يقربوا مني، ولحد دلوقتي وهم دلوقتي ما شاء الله عندهم 9 سنين ما شاء الله، وانا بحبهم جدا، وهم الحمد لله يعني بيحبوني ومتقبلين مودة جدا، بيحبوها جدا. فانا برضو مبسوطة ان بنتي ليها اخواتي، يعني مش هتبقى مودة بنتي. موضوع الصورة بقى اتكرر معايا بعد فترة لما عملت اجراءات الكفالة. انا عملت الاجراءات مرتين، اول مرة كان سني 24 سنة. إجراءات الكفالة عملتيها لمودة اللي موجودة معاكي دلوقتي؟ أو أنا عملتها وأنا كان عندي 24 سنة. ما كنتش طبعا لسه شفت مودة. بعدين الشؤون قالوا لي إنه مش هينفع ورقك يتقبل عشان أنت لسه 24 سنة وعندنا القانون 25. فانتظرت طبعا لما جه سني. بعد كده قدمت، طبعا عملت خطوة مهمة عشاني وعشان بنتي، إن أنا انتقلت من القرية. عشان ما يعدوش الناس يقولوا لها بقى انت مكفله، انت مش بنتها والكلام ده. انا حسيت ان المجتمع في القريه مش هيبقى مناسب يعني ليها، هي اكتر منك انت. فجات لي فرصه ان انا اخرج بره القريه، فالحمد لله خرجت وعملت اجراءاتي كلها، وبرده كان اسهل عليا لان الاجراءات في القريه لما عملت اول مره كانت صعبه. فبعدين الحمد لله جواب المشاهده جه. انتظرت شهرين، فمفيش يعني كان في كل فكرتي انه في اطفال كتير جدا واحنا بنروح نختار. فوجئت ان لا، ده العكس، ده مفيش اطفال وفي اسر كتير جدا منتظره اطفال. فانا اندهشت طبعا ده على عكس المتعارف عليه. انا فعلا عايزه تتكفل. انا لما بقول لحد، لما حد ناس كتير عارفين ان انا هكفل، فيسالوني فين البنوته، اقول لهم مش لاقيه. ايه ده مش لاقيه ازاي؟ البنات كتير قوي في الدور، الدور كلها مليانه اطفال. فلا، لقيت ان مش ده مش حقيقي. احنا فعلا كتير قوي، يعني الخير موجود كتير، احنا كتير، احنا والناس أكتر اللي عايزه تكفل كتير. انا حضرتك في دار معينه سالت فيها، قالوا لي ان انا رقمي 300 في على الويتنج. على الويتنج 300، يعني ازاي؟ فانتظرت طبعا شهرين. بعدين انا طبعا حلمي من وانا صغيره بنوته. ففي مكان معين كلموني، رحت شفت ولدين، بعدين صليت صلاة استخارة وحسيت ان لا، انا نفسي في بنت. انا بنتي جاية. كنت بقول لصحابي، يعني في منهم اخدوا ولاد، كانوا بيقعدوا يحببوني بقى في الولاد، والولد حبيب مامته وبيبقى قريب لماما. فقلت لهم لا، انا بنتي جاية. انا حاسة ان انا ليا بنت. ففجأة شفت صورة بنتي. فبعدين اتكلمت وتواصلت، عرفت ان بنتي راحت مؤسسه معينه، ممكن اقول اسمها؟ لا بدون ذكر. يفضل بلاش، يفضل بلاش. تمام. هي راحت مؤسسه معينه، فانا كلمت استاذه فاتن مديره المؤسسه. فقالت لي انها موجوده عندي بالفعل، بس انا عندي ويتنج ليست كتير جدا. فطبعا رفضت انها تحجزها لي. فانا في اليوم ده ما نمتش خالص. لحد تاني يوم انا عماله افكر وادعي، بس انا بدعي انها، انا حاسه ان هي بنتي. من الصوره، يعني انا موقف اللي حصل معايا من فتره عن صوره سما وجنى وهم صغيرين، برضو نفس القصه حصلت معايا في موده. انا حسيت ان هي بنتي. فتاني يوم قالت لي اهدي شويه، لانه البنت تعبانه جدا، حالتها خطيره جدا، عندها ميكروب في الدم ودخلت حضانه وحالتها خطيره للاسف. فانا قلت لها هتخف، انا حاسه، انا متاكده انها هتخف. قعدت طبعا ازن عليها جامد جدا لمده يومين او ثلاثه تقريبا. بعد كده قالت لي طب انا عايزه اشوفك، فروحت انا وجوزي شفناها واتكلمنا معاها.
فقالت لي احكي لي بقى انت ايه اللي حصل. قلت لها انا حاسه انها بنتي. قالت لي بس انت ما شفتيهاش، انت دي مجرد صوره، فازاي وصل لك الاحساس من الصوره؟ قلت لها ما اعرفش، انا حاسه انها بنتي وحاسه انها نصيبي وعايزاني يعني. انا لو جوزك دعمك بقى في الفكره دي؟ كان معايا. ما قالكيش لا واحنا عايزين احنا نخلف او فكره نستنى شويه؟ طيب طب الناس هتقول ايه؟ طب كذا كذا كذا؟ مفيش. لا هو معايا لحظه بلحظه. هو كمان حابب سما وجانا جدا. هما بيقولوا له بابا، هو فعلا يعني حاسسها. فانا شايفه ان هو متقبل فكره ان احنا مش لازم. انا يعني موقف سما وجانا حسسني واكد لي ان انا مش لازم اخلفها عشان احس بيها. انا ممكن تكون بنت قلبي، مش لازم تكون بنت بطني. صح. فالموقف ده شجعني جدا. فبعد كده استاذه فاتن قالت لي احنا يعني انا مش هقدر احجزها لك برضو عشان في قائمه كبيره جدا عندي وناس كتير جدا مكلماني ومش هينفع. فالموضوع حسيت ان هو بدا يتعقد. فانا يعني حاجه طلعت مني تلقائي ان انا كنت عامله كورس الارضاع وقلت لها ان انا ممكن في اي وقت ارضع اذا احتجتوني ان انا ارضعها. دي نقطه مهمه جدا، لانه في يعني فكره انه تبقى ام ومش